وأجواء باردة اليوم في العديد من مناطق المملكة. هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة مع احتمالية تشكل الضباب، رح تسجل في عمان 4 درجات، والملموسة رح تكون درجتين أجواء شديدة البرودة ونسبة الرطوبة 57%. غدا النهار رح تكون الأجواء باردة وضبابية، مع ساعات الصباح رح تسجل درجات الحرارة 14، بل رح تنخفض ل 6 درجات ورح تكون الأجواء باردة. الخميس والجمعة انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا مع احتمالية هطول زخات من الأمطار، رح تسجل نهارا 12، بالليل رح تنخفض ل 8 درجات ورح تكون الأجواء باردة وماطرة. وهلا رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من المناطق الشمالية، أجواء باردة نسبيا، إربد 6، غدا 17، جرش 4، غدا 16، عجلون 5 درجات وغدا 15. أجواء شديدة البرودة هاي الليلة، المفرق 1، غدا 15، الزرقاء درجتين وغدا 16 درجة. مطار ملكة علياء 3 درجات، غدا 17، السلط 6، غدا 15، مادبا 5 درجات وغدا 16 درجة. البحر الميت 15، غدا 24، الكرك 6، غدا 18، الطفيلة 8 درجات وغدا 17، وأجواء خريفية باردة. معانا 5 درجات غدا 16، أجواء غالبا مشمسة، مدينة العقبة 13 وغدا 23 وأجواء معتدلة. رويشد سالب درجة وغدا 16 ورح تكون الأجواء شديدة البرودة. ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة، بالبداية أجواء باردة مع ساعات الليل بشكل لافت، رياح نشطة متوقعة بالتأثير على المملكة اليوم والحاجة لارتداء معطف خاصة مع ساعات الليل. هلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.